استاذ اسلام محمد. السلام عليكم يا اسلام. يا صلاح عبد الناصر، كل سنه وحضرتك طيب ودايما كده يا رب منور يا رب، انت كده في كل مسابقينك يا رب. اسلام، الاول برحب بيك، وطبعا متعلق في كل الكوره وفي ملف منتخب مصر واتحاد الكوره. قول لنا يعني اخر تطورات المدير الفني للمنتخب. ربنا يخليك يا استاذ عبد الناصر، كلامك ده انا على المستوى الشخصي اعتز بيه، يعني حضرتك من الناس اللي انا على المستوى الشخصي بحبها جدا وبحب ان انا اتابعها كمان، يعني كلامك ده على راسي واشكرك جدا. نخش بقى على ملف المنتخب، يعني خليني كده سريعا اقول لك ان ابرز المرشحين خلال اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي هو المدرب روبرتو مورينيو. الحقيقه يعني مدير فني على اعلى مستوى، كان في اكثر من 49 في السي في عبد الناصر، ولكن تم حصرهم طبعا مؤخرا خلال الساعات اللي فاتت دي، تحديدا على خليلو زيتش وروبرتو مورينيو. يعني تمام يا اسلام، اتفضل قول لنا التفاصيل. المدير الفني الحقيقه الاتحاد المصري لكره القدم خلال الساعات اللي فاتت دي طبعا بيسعى كل قوه ان هو يكون طبعا جدير بالمدير الفني اللي هيجيبه، خاصه بعد فشل الكابتن ايهاب جلال، نقدر نقول فشل يا استاذ عبد الناصر. الحقيقه اسرع مدرب جه في تاريخ مصر واسرع مدرب رحل، يعني جاي في ايه ورحلت ايه، يعني الحقيقه خليني اقول لك ان الاتحاد كان فيه تضارب في الاختيار، خاصه في ملف المنتخب ده. يعني هو الملف دلوقتي مع الكابتن حازم امام مع الكابتن محمد بركات، الجميع بقى شال ايده خلاص من ملف المدير الفني باختصار، خلاص الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات. طيب ايهما اقرب؟ في مساله ايطالي، ايهما اقرب ولا في سريه دلوقتي؟ لا خليني اقول لك ان مورينيو اقرب واحد خلال اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي يا استاذ عبد الناصر، يعني نقدر نقول 70 30، يعني الاقرب اسباني 70 والايطالي 30. بالفعل دول اقرب اثنين مرشحين حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي. طيب قول لنا الاسماء مره ثانيه عشان الناس اللي بتتابعنا. نعم قول لنا الاسماء مره ثانيه عشان الناس اللي بتتابعنا. روبرتو مورينيو ده طبعا مدير فني طبعا غني عن التعريف يا استاذ عبد الناصر، اكيد حضرتك تعرفه وكل المتابعين يعرفوه. مدرب من خليلو زيتش كان مرشح ايضا بقوه، كان في برضه مدرب ارجنتيني ايضا مشهور جدا ومعروف، ولكن هو روبرتو مورينيو زي ما قلنا حضرتك ده اقرب واحد، يعني حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي يا استاذ عبد الناصر ممكن خلال الساعات اللي جايه نسمع ان هو المدير الفني المنتخب الوطني. الاتحاد قالوا ان ما عندناش رفاهيه الوقت، ممكن خلال قد ايه كده بالظبط يا اسلام؟ معلش ممكن تعيد السؤال ده؟ بقول لك في الاتحاد المصري قالوا ما عندناش رفاهيه الوقت، ممكن التعاقد يتم خلال قد ايه؟ صحيح مفيش رفاهيه للوقت، خاصه بعد في التصفيات الافريقيه المؤهله لكوتيفوار يا استاذ عبد الناصر. هل تعلم ان المنتخب المصري، يعني حضرتك اكيد تعلم ان المنتخب المصري ينهزم من المنتخب الاثيوبي مع كامل احترامي للمنتخب الاثيوبي؟ لا احنا في وضع صعب جدا، احنا فعلا ما عندناش وقت الرفاهيه، ما عندناش وقت ان احنا نضيعه استاذ عبد الناصر اكتر من كده. هنلاعب ملاوي فوز يا استاذ عبد الناصر، الرفاهيه خلاص يعني ليس الساعه اللي جايين دول يا استاذ عبد الناصر، جيل فني موجود للمنتخب الوطني. طيب اخدك لملف تاني، يقال ان الوزير اشرف صبحي هو اللي متمسك بعصام عبد الفتاح، ويقال ان في انقسام في اتحاد الكوره، قالوا لازم يكمل لنهايه الموسم، فاتفق الجميع. امتى الراجل الانجليزي يستلم؟ وخصوصا ان في مقال اتنشر في اليونان لكاتب يوناني كبير حذر من كراتنبرج وقال انه فاشل ودمر التحكيم في اليونان وحذر المصريين منه. صحيح، خليني بس اكد لك على معلومه مهمه جدا، وهي لو تلاحظ ان خلال الاسبوع اللي فات يا استاذ عبد الناصر تحديدا يعني اول ما تم الاعلان ان كلاتنبرج موجود هيكون موجود كتمرين تحكيمي في مصر، الدنيا قامت وما عادتش يا استاذ عبد الناصر. يعني شفنا تقريبا معظم المحللين وخبراء التحكيم سواء هنا في مصر او خارج حتى مصر كان في كلام على الراجل ده، يعني كان في كلام على كليتنبرج تحديدا. لماذا تم اختيار الرجل ده؟ احنا هل بالفعل احنا ما عندناش كوادر في مصر يا استاذ عبد الناصر؟ وهي الازمه جت من هنا، خلي بالك، يعني هي الازمه جت من هنا، كل واحد بيتكلم على
الخبير التحكيمي الانجليزي، كل واحد بيتكلم لمصلحته وليس لصالح العامه في قطاع النصر، ودي حاجه في منتهى الخطوره. يعني انا اللي اعرفه في قطاع النصر ان لما تيجي تتكلم على خبير تحكيمي وحتى يعني بقيمه كاتنبرج، اكيد يعني حضرتك تعلم من هو الرجل، واكيد يعني ليه باع كبير جدا 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 في الدوريات الكبرى، وايضا كمان في الكره العربيه في قطاع النصر والدوريات العربيه. فخليني اكد لك ان اختياره بالفعل يعني جيت الصعقه تحديدا على الكابتن عصام عبد الفتاح اللي خليه مستمر وهيفضل هو كام حتى نهايه الموسم. تمام، اتفق معك انه مستمر لنهايه الموسم، وانا للامانه وبالمهنيه انا متفق انه يستمر لنهايه الموسم. صحيح يعني احقاقا للفتره بتاعه الناصر يعني اللي قريب من الكابتن عصام عبد الفتاح، اعتقد هيعرف قد ايه الراجل ده بيحاول يطلع في النصر. ولكن خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا وهي القماشه اللي معايا. يعني احنا لما بنتكلم على فريق بحجم الاهلي او فريق بحجم نادي الزمالك بنتكلم على القماشه اللي مع المدير الفني وطلع في النصر، فلماذا لا احد يتحدث عن القماشه اللي مع التحكيم اللي في التحكيم المصري او الحكام الموجودين؟ بس هي دي القصه في عبد الناصر، وهي دي النقطه. الراجل بيشتغل، اكيد بيشتغل، مفيش حد عايز يفشل في عبد الناصر. يعني مفيش حد عايز يبقى فاشل او ان احنا دايما يريد الهجوم عليه، لا، كل واحد في مكانه في قطاع النصر بيبقى عايز ان هو ينجح، ولكن هو بيشتغل على قد القماشه اللي معاه. خلينا برضه يعني نتفق على النقطه دي. بس خلي بالك يا اسلام برضه قبل ما اختم معاك، الناس بتقول ازاي يستمر وهو قال لك ما ينفعش تشتغل تحت الراجل ده، ولا هو ولا في اتفاق سري واحنا ما نعرفوش ان هو لنهايه الموسم والراجل يستلم منه مع نهايه الموسم. قول لنا في اللي في الكواليس. زي ما قلت لحضرتك، ما وراء الكواليس او اللي محدش بيتكلم فيها في عبد الناصر، ان الكابتن عصام عبد الفتاح هو من يدير لجنه الحكام. فين لسه شغله مش هيبان دلوقتي؟ احنا كنا منذ ايام قليله لما كان الاهلي بيلعب بتروجيت قلنا الجميع يعني الجميع ايقن ان من حط التشكيل ومن وضع تشكيل مباراه الاهلي وبتروجيت هو الكابتن خالد انصار. الراجل جاي لسه ما يعرفش اي حاجه. خلينا ناكد برضو ان كلاتنبرج برضه طلع في النصر جاي من بره لسه مش عارف اي حاجه، الراجل لسه بيحاول يضع يده على كل كبيره وصغيره. ومين يعني مين اللي هيكشف له كل ده في عبد الناصر؟ اكيد الكابتن عصام عبد الفتاح. فخلينا ناكد ان الكابتن عصام عبد الفتاح متواجد داخل لجنه الحكام حتى نهايه الموسم، وقد يستمر برضه ده افتراض ليك، قد يستمر موسم اخر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اسلام. شكرا استاذ، شكرا.